زاوية التغذية لهذا اليوم تناقش بأبرز طبعا النصائح والإرشادات والنظام الغذائي المميز لأصحاب حصوة الكلى بتفاصيل أكثر. أرحب بيافا الفسفوس حاضرة معنا اليوم ونحكي أكثر. يافا قبل ما ندخل بتفاصيل مختلفة حول هذا النظام الغذائي وأفضل النصائح والإرشادات نعرف حصى الكلى لأنه أنا بعرف في أكثر من نوع. تمام. هلا بالنسبة لحصى الكلى بشكل عام أو الحصى إيش هو؟ هو عبارة عن ترسبات بتكون صلبة بتكون مكونة من أملاح ومعادن تترسب بالكلى. هذا لما بنحكي عن حصى الكلى. تمام. بس بشكل عام الحصوات سواء كانت كلى أو بأي منطقة بالجسم هي عبارة عن ترسبات صلبة. طبعا بهذا الوقت تحديدا بهاي الفترة من الفصل فصل الصيف الأجواء الحارة بيكون في دور عظيم كتير للغاية أكثر من أي وقت تاني للتغذية وللنظام الغذائي بشكل عام. ليه؟ لأنه أهم أسباب أو أحد أهم الأسباب الرئيسية لتشكل حصى الكلى اللي هو الجفاف. إذا إحنا ما بنشرب مي كميات كافية مع الوقت خاصة إذا في عنا عامل جيني رح يؤدي لتطور كلى حصى الكلى عنا. وطبعا هذا الشيء مش بسيط وسهل لأنه من أعراضه حصى الكلى كتير الأشخاص اللي بيكون عندهم حصى كلى وما بعرفوا أول الأعراض اللي بتبين عندهم وبتكون بارزة بيصير في عندهم ألم بالخواصر بيصير عندهم ألم في أسفل البطن في منطقة الظهر تحديدا. والمميز برضه انه هذا الالم بيكون على شكل نوبات يعني ما بيجي وبروح ما بيكون مستمر ومع الوقت بتتغير حدته. وبالاضافه ممكن الشخص كمان يواجهه حرقه في البول بصير في عنده حرقه عند التبول. فهي من اهم الاعراض الاشخاص اذا صارت معهم على الاغلب ممكن مع اعراض ثانيه بس هاي اكثرها شيوعا وابرز الاعراض بيكون معهم حصى في الكلى. وإذا تم إهمالها بالتأكيد بتتطور ربما لإشكاليات صحية بتأثر طبعاً على أعضاء الجسم مستقبلاً. نتمنى السلامة دائماً للجميع إن شاء الله. ونحكي بتفاصيل أكثر عن أفضل نظام غذائي يجب على أصحاب هذا المرض أنه يتناولوا، وجانب آخر له علاقة ببعض الأطعمة الواجب التخلي عنها. تمام. هلا فيما يتعلق بالنظام الغذائي لحصى الكلى كيف بدنا نتعامل معاه هذا بيعتمد على نوع حصى الكلى لانه فعليا حصى الكلى مش نوع واحد عده انواع واكثرها شيوعا ثلاث انواع في الكالسيوم فوسفيت في عندنا الكالسيوم اوكزاليت وايضا في عندنا ستريك اسيد والاكثر شيوعا اللي هو الكالسيوم اوكزاليت بيكون عند اغلب الاشخاص. الكالسيوم اوكزاليت هذا النوع من الحصى كيف بيتكون الكالسيوم بتفاعل او بترتبط مع الاوكزاليت بالجسم فبينتج هذا الحصى اللي بيعمل الم وبيعمل مشاكل حتى ممكن احيانا يصير في الم في الحاله بالحصوه اذا كانت بحجم معين ممكن تنتقل للحلف لهيك احنا بتعمل ممكن مشاكل حتى التهابات اذا احنا ما عالجناها غير انه الالم رح يزيد اكثر واكثر. هلا فيما يتعلق بالاكثر شيوعا الكالسيوم اوكزاليت كيف بدنا نتعامل معه؟ اول شيء العلاج الاول والحل الامثل حتى كمان للوقايه اللي هو المياه. نرجع بنحكي المياه مثل ما أكدنا في أول لقاء لأنه المياه كتير مهم. الحصى لما ما يكون في عندها بيئة ملائمة على الأغلب يعني كتير في أشخاص إذا كانت الحصى كتير صغيرة عندهم مع الوقت إذا بداوا مع شرب المياه بتخلصوا من الحصوة بدون اللجوء لأي علاج لأي حتى لأي أدوية معينة بس من خلال المياه. فكتير مهم المياه. الشغلة الثانية بدنا نحاول الأطعمة اللي بتحتوي على أوكزاليت نتجنبها أو نخففها. إيش الأطعمة هاي؟ المكسرات على سبيل المثال، الفواكه المجففة طبعا هاي خيارات صحية لكن الأشخاص اللي بتكون عندهم بدهم يتجنبوها أو يخفف منها على القليلة خاصة بالفترة اللي بيكون في عنا حدة في الألم. حتى كمان الحبوب الكاملة طبعا دائما بننصح فيها ونشجع عليها لأنه فيها ألياف عالية لكن لما يكون في عنا ألم الكالسيوم أوكزاليت تحديدا بنحاول دائما إنه نخففها أو نبتعد عنها خلال هاي الفترة. أيضا كمان الأوكزاليت موجود بالشوكولاتة موجود بالسبانخ أيضا بنلقاه كمان بالقهوة وبالشاي لكن الأشخاص اللي بيكون في عندهم حصى بنفضل انه القهوه والشاي ما ياخذوها باكثار يعني مره مرتين باليوم هي كثير مهم المشروبات يعني مش بس اطعمه كمان في مشروبات. وعلى هاي السيره كمان ريما في كثير اشخاص بيلجأوا للبقدونس لحتى يتخلصوا من حصى الكلى وطبعا هاي من اكثر الاشاعات ومن اكثر السلوكيات اللي ممكن تعمل مشاكل وتؤدي لتفاقم تدهور الحاله الصحيه. عن جد صحيح هاي معلومه كثير مهمه صحيح. وللاسف يعني هاي موجوده بثقافتنا بس للاسف فيما يتعلق بالكالسيوم اوكزاليت يعني معلومه مغلوطه موجوده عند كثير من الناس جدا. هلا فيما يتعلق بالوقايه ممتاز البقدونس بيعمل وقايه لكن في حال اريد الشخص صار معه فبدنا نبعد عن البقدونس لانه في اوكزاليت والاوكزاليت اذا هو ممكن يساعد ما قبل الاصابه بالحصى. الوقاية
الغذائي ممتاز بكل الأحوال حتى لصحة الجسم، بس طالما عندنا الوضع رح يكون مختلف. كمان الأشخاص اللي مثلا ممكن يتوجهوا فيما يتعلق بالمشروبات ليس عندهم المية مع الفيتامين سي مع الليمون، برضه ممكن يساعد الأشخاص تحديدا عندهم كالسيوم أوكزاليت. فكتير مهم برضه ننتبه للمشروبات إذا إحنا يعني دائما النظام الغذائي مش بس كمان طعام مشروبات، أي شيء إحنا بندخله على جسمنا. من ناحية الأطعمة إيش أكثر الأطعمة الواجب أنهم يركزوا عليها؟ هلا احنا دائما بنركز على الويل بالانس دايت، على نظام غذائي متوازن في كل المجموعات الغذائيه. نركز على الخضار الفواكه، نبتعد عن الدهون المشبعه، عن الكوليسترول، الاطعمه الغنيه بالكوليسترول، الاطعمه الضاره، تمام. برضو كمان الاطعمه الغنيه بالالياف برضو نتوجه لها، بس ننتبه للاطعمه اللي فيها اوكزاليت تحديدا اذا كان في عندنا نوبات حاده زي النخاله، زي مثلا الشوفان او زي القمح، نخاله القمح لما يكون في عندنا حده بدنا نتجنبها. ايضا كمان المكسرات بدنا نتجنبها، نتوجه لمصادر تانية، ممكن نتوجه للبقوليات كمان، والفواكه المجففة مثل ما ذكرتي. الفواكه المجففة. هلا كمان في نقطة كتير مهمة فيما يتعلق بالطعام البروتين، يعني أغلب الأشخاص اللي عندهم احتمالية لتكون الحصى وبصير عندهم الحصى إذا هم بتبعوا لفترة طويلة نظام الكيتو أو نظام عالي بالبروتين. فبالتالي هون بدنا ندير بالنا إذا كان في عنا حصى كلى البروتين نخففه ونقلل منه، لكن برضو نكون حريصين نلبي احتياجاتنا، يعني نخففه بطريقة برضو ما تتعدى على الاحتياجات. طيب في موضوع البروتين تحديدا، الكل بعرف انه في بروتين حيواني وبروتين نباتي، بالتالي البروتين النباتي اثاره يعني لما بنحكي مثلا عن الفاصوليا او عن العدس او هاي اثرها ايضا يعني بتكون ضاره على مرضى حصى الكلى بنفس الضرر اللي بتحمله البروتينات الحيوانية. سؤال كتير حلو. هلا بالنسبة للبروتين دائما التركيز بهاي الحالة على plants، على سوري على animal sources، على المصادر الحيوانية. فإحنا بدنا نخفف المصادر الحيوانية. المصادر النباتية الليجيومز مثلا على سبيل المثال بقوليات العدس، الموضوع مش يعني أغلب الدراسات بتجاه إنها ما بتأثر، لا بالعكس كمان بتعمل ممكن prevention أو بتساعد على التحكم بالحالة. فإحنا دائما هنا الحذر بده يكون للمصدر الحيواني، ومش معنى إنه نقطعه بشكل كامل بس نخففه، على اختلاف أنواع الحصى سواء كان كالسيوم أوكزاليت، كالسيوم فوسفيت أو يوريك أسد. طيب يافا، بدي أسألك سؤال ليس له علاقة فقط بمرضى حصى الكلى، لكن بأي مرض بتوجب على هذا الفرد أنه يتبع نظام غذائي محدد، أنه أنا إجى على بالي أكل هيك أو أنا اشتهيت هاي الأكلة أو نوع الحلو أو إلى آخره، إيش النصيحة اللي بتقدميها لحتى الواحد ما يحرم نفسه بالتالي ما يضر صحته؟ تمام. لا دائما انا بدعو للتوازن وللاعتدال. يعني انا ابدا مع الحرمان، ابدا مش معاه بالمطلق، يعني ما بدي احكي لكم اوكي الشوكولاته مش طبعا مش الشوكولاته الداكنه، الشوكولاته البيضه ممنوعه ماشي، بس هذا الشيء مش معناته انه كل يوم وكل لحظه انه احنا بدنا ندير بالنا، يعني احنا بدنا ننتبه انه كلمه ممنوع هاي مش طول الايام، لانه يعني الممنوع يمكن بتعطينا رغبه اكثر بانه صحيح. هلا احنا لازم يكون النظام الدارج هو الاكل الصحي، ندرج اطعمه صحيه، لكن ممكن بنسبه 20% ندخل شوكولاته، ناخذ جانك فود مثلا مره بالشهر ما رح ياثر. فكلمه ممنوع هي مش كلمه مطلقه، دائما ما في للحرمان. لهيك ممكن نظام الكيتو او الانظمه العاليه بالبروتين بتعمل هذا نظام البالانس ما بتحققه، لانه بصير في تركيز على مجموعه معينه. فلهيك احنا دائما بنحاول نتوجه لنظام الغذاء الصحي، خياراتنا في معظم الأيام بدها تكون صحية، لكن في أيام محددة إذا إحنا اشتهينا إجا على بالنا مثلا ناخد شيء مش صحي يعتبر، ففيش أي مشكلة طبعا. أكيد نشكرك على كل هاي المعلومات والنصائح والإرشادات والنظام الغذائي الأكثر تميزا للمرضى من أصحاب حصى الكلى. شكرا شكرا يافا الفسفوس أخصائية التغذية، وانتهى وقتنا في زاوية التغذية لهذا اليوم.